بلغاريا أرخص دول أوروبا. أنا أقدم لكم هذا التقرير وسوف أكون سعيدا لو وضعت رأيك في التعليقات حول بلغاريا وما طرحته في هذا الفيديو. ولا تنسى الاشتراك في القناة ووضع لايك والتعليق لينتشر هذا الفيديو إلى أكبر عدد ممكن. في تقريري هذا أقول: إذا كنت تحلم بالعيش في أوروبا ولكنك تخشى تكلفة المعيشة الغالية كما هي الحال في فرنسا أو إيطاليا على سبيل المثال، فاحرص على توجيه نظرك إلى أوروبا الشرقية، حيث تعد بلغاريا واحدة من أرخص البلدان في أوروبا للعيش فيها، ونتيجة لذلك أصبحت وجهة مفضلة لدى المسافرين، حيث يمكن أن تسمح لك الميزانية المتواضعة بالعيش مرتاحا في بلغاريا. كما أن الموقع المركزي للبلاد يعد مثاليا لاستكشاف دول القارة العجوز، مع وجود دول مثل اليونان وتركيا ورومانيا على الحدود بالقرب منك. كما تملك البلاد تاريخا غنيا يعود إلى أكثر من 8000 عام، لذلك هناك الكثير لاستكشافه في وقت إجازتك. تكلفة المعيشة: متوسط إيجار شقة بغرفة نوم واحدة يبلغ 300 دولارا شهريا اعتمادا على الموقع، وتناول وجبة في مطعم محلي يكلف نحو 5 دولارات للوجبة الواحدة، ويمكن أن تكلفك رحلة في وسائل النقل العام أقل من دولار واحد. تقدر التكاليف الشهرية للفرد الواحد ب 690 دولار بدون أجرة السكن. متوسط صافي الرواتب الشهرية بعد خصم الضريبة 840 دولارا. أما المواصلات العامة فالتذكرة الشهرية تكلف 31 دولارا، وسعر الكيلومتر المقطوعة بالتاكسي يكلف نصف دولار، وتكلفة الخدمات الأساسية لشقة بمساحة 60 مترا مربعا تشمل الكهرباء والتدفئة أو التبريد والمياه والقمامة فتصل إلى 90 دولارا. لو كان لديك ما تقوله أو لديك سؤال حول هذا الموضوع، اترك رأيك أو سؤالك في التعليقات. إلى اللقاء أصدقائي.